انا عندي فكره يا سعاده الباشا تحل لنا المشكل ده كله. هاتها بسرعه. احنا نضرب اللي اسمه سلكاوي ده بالرصاص. صح يا ريت، بس ده مش حل. ليه يا فندم؟ يا فهيم افندي، احنا لو قتلنا الراجل ده هيبقى بطل قومي قدام الناس، وهيفتقروا ان الانجليز هم اللي قتلوه، وبكده هيأكد انه هو الراجل الخفاش. وابوها كمان هيفتكر ان انا اللي قتلته عشان اتجوز بنته، ويبقى كل حاجه باظت. نخطفه؟ لا، نخطفه ونكتفه ونرفعه بالسلاح. ما ده اللي كنت خايف منه. ونقول له يا سيد يا سلكاوي يا خاين يا عميل. أيوة. اعترف. اعترف والا هفرغ المسدس ده في ام راسك. هو مثلا هيعترف. اه، نكتبه بقى الاعتراف ده بخط الايد. أيوة. ونبعته للجرايد وهم ينشروه، وبكده نبقى احنا اللي كتبنا. تمام. انت كل حاجه عندك مكلكعه كده. لا صحيح. طب ايه رايك بقى ان ممكن ساعتها يقول انه كتب الاعتراف ده تحت التهديد؟ مش كده وبس، ده ممكن يقول اللي هددوه كتبوا الاعتراف هم الانجليز. طب ايه العمل دلوقتي؟ احنا عايزين نشوف فكره كده صايعه، فكره تخليه يكشف نفسه بنفسه من غير ما احنا نظهر في الصوره خالص. انا عندي فكره. انت برضه؟ ايوه انا. اتفضل قول. انا ليا واحد صديقي جورنالجي. احنا نخلي صديقي الجورنالجي ده يكتب خبر في الجرايد. يقول ان الرجل الخفاش. أيوة. قرر ان هو يتبرع بمبلغ كبير جدا، وليكن مثلا 1000 جنيه للاعمال الخيريه، وهيدفع بقى المبلغ ده في حفله الكوكتيل الكبير اللي في قصر الماس باشا. طبعا بما ان السلكاوي راجل رمه ومعفن، مش هيدفع اي حاجه، ومش هيقدر ان هو يطلع جنيه من جيبه، وساعتها يتعرف كل شيء. برافو برافو، ده انت طلعت بتفهم. ده انت لمست يد على الوتر الحساس بتاع شخصيه سلكاوي القذره. والله شيء جميل يا شريف افندي. بس على فكره بقى، سلكاوي ده راجل غني ومعاه فلوس. يعني افرض هو مثلا قاوم بخله ودنقته وقذرته دي ودفع الفلوس عشان يكسب في صفه ألماس باشا ويكسب قلب ألمازية هاني، يبقى ايه العمل ساعتها؟ برافو عليك برافو عليك، انت طلعت قذر. يا جماعه، احنا لازم نفكر في فكره اكثر عمقا علشان نجيب داغي الوغد ده. امال فين افكارك يا ملك الانهاك والارباك؟ سبتها لك يا عم الحلو. ما انا كل ما افكر في فكره يطلع لي فيها خازوق. انا هقول لكم على فكره في غايه الحنكه، بس مشكلة الفكرة دي ان فيها خطورة شوية. حاجة عجيبة والله، راجل عميل قذر زي ده دوخنا احنا الدوخة دي هزلت. ممكن تخلص عشان يسمعنا الفكرة اللي فيها حبكة دي؟ قول يا استاذ. احنا هننزل اعلان في الجريدة بان الراجل الخفاش بعد تفوقه في مقاومة الانجليز قرر انه يساعد اي محتاج في محاربة الجريمة، بانه يبعت له رسالة ضوئية على شكل خفاش، يقوم ينطلق الرجل الخفاش بتاعنا ويقبض على المتهم ويسلمه للعدالة ويسلمه للبوليس. ده الخيال كل دماغك خالص. انت شفت الفيلم؟ يعني ايه يا باشا؟ لا انا بهزي بس عشان اعصابي متوترة حبتين. ايه ده؟ حلوه بهزه دي، انا بقيت بقول كلام بشواتي زيكم. بص يا باشا. بصينا. بص تاني. انا شايف ان الخطه اللي قالها عدي افندي هي خطه ممتازه، لان السيد السلكاوي اذا فعلا قدر ان هو يتغلب على بخله ويدفع المبلغ الكبير ده، مستحيل يقدر يتغلب على جبنه، لان الراجل ده جباه من جواه، وساعتها يتكشف سيد السلكاوي واحنا نكسب تاني. صح، لا فكره والله معقوله خالص، احنا ننفذها على طول وان شاء الله تجيب نتيجه. اديكم معانا رجاله كده. ايوه، قولوا باميه. والله طاف.